خلينا بقى نروح ليعني خبر جميل ولازم نقول كل سنة وانت طيب كابتن حسين الشحات بمناسبة عيد ميلاده النهاردة 21 يونيو بس 92. حسين الشحات جناح أيمن النادي الأهلي من مواليد هو القاهرة وبدأ مشواره الكروي مع نادي الشرقية للدخان ومنه انتقل لنادي مصر المقصة وانتقل منه لنادي العين الإماراتي وفاز مع العين الإماراتي عايز أقول لحضراتكم بطولة الدوري كمان العام وفي بداية كأس العالم للأندية. حسين الشحات يعني كل سنة وانت طيب كابتن حسين وان شاء الله كده تبقى سنة حلوة عليك وعلى الاهلي بإذن الله يا رب ان شاء الله. ومن العين الاماراتي انتقل الى النادي الاهلي في الانتقالات الشتوية في يناير من عام 2019 والحقيقة ساهم وبمنتهى القوة مع كل زملائه في فوز النادي الاهلي ببطولتين للدوري العام وبطولة كاس مصر وبطولة كاس السوبر المصري وبطولة في دوري ابطال افريقيا واخرى لكاس السوبر الافريقية. كابتن حسين الشحات من اللعيبة المحبوبين جدا والمحترمين جدا بالمعنى الحرفي للكلمة سواء داخل ارضية الملعب او خارجه من الناس اللي فعلا كل زمايلها بيحبوها كل جماهير بيحبوها وبرضه من اللعيبة اللي لما بيكونوا يعني فايقين مش قادر اقول لحضراتكم يعني بيقلب موازين الامور في معظم المباريات اللي بيشارك فيها. فبنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن حسين وعقبال مليون سنه وربنا يكرمك ويوفقك دايما ان شاء الله في كل ما هو قادم.